اللي اهتموا بهالموروث اللي كلنا نعي انه يستاهل الشيء اللي نشوفه واكثر، وان شاء الله انه بنجد اكثر مدام اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامير محمد صوبنا وتجاهنا ونظرهم علينا. فانا متاكد 100% ان كل سنه ما فيه اضافه، فيه قفزه. نعم. كل سنه. جميل. واسال الله ان الله يوفقهم ويسخر لهم من يخدمهم. طيب ابو محمد، يعني من خلال ايضا التطور